حياكم الله من جديد وضيوف متميزين مثل ما وعدناكم. إن شاء الله عندنا أختين مختلفتين في الاهتمامات، ويمكن في عندهم اهتمامات مشتركة. أكيد هناك يعني اهتمامات مشتركة. اليوم معنا دكتورة فاطمة خريبط، أستاذ مشارك في كلية التربية الأساسية، وأيضا الأستاذة مريم خريبط وهي معلمة تربية فنية. مساكم الله بالخير وحياكم الله. يا هلا مرحبا. مساء الله بالنور الكرامة حبيبتي. يا أهلا وسهلا مباركة. عاد ما نبي هالهدوء هذا. هذا هدوء الفنانين. أوكي. شوف هذا هدوء، واحدة اسمها منى. لا هذا هدوء مو مريم الحين. هدوء. الساعة المباركة أستاذة مريم، الساعة المباركة دكتورة فاطمة. هو السؤال كذي يتبادر بالذهن، بس ربي يوفق يا رب العالمين. على طول رحتي دكتورة في الإصابات الرياضية والبلاعب الرياضية، ليش رحتي هالتخصص دكتورة؟ هو طبعا من التخصصات النادرة، يعني صحيح. كنت أول كويتية في تخصص الطب الرياضي وألعاب القوى، فما كان في أصلا يعني بالضبط. نساء بهذا المجال. السبب اللي وراء هذا يعني اخترت هذا التخصص ان اول شيء ما في نساء، واليوم مثل ما انت عارف النساء بداوا يتجهون للرياضه. بما اني انا يعني ادرس في كليه التربيه الاساسيه ماده اصابات واسعافات اوليه والعاب قوه، فأخرج المدرسات اللي يصيرون معلمات تربية بدنية. طبيعة مادة التربية البدنية فيها إصابات، شلون أنت تتعامل معاها، شلون أنت تتفاعل وياها، شلون تعرف طرق الوقاية والأمن والسلامة. بما أن ما في عنصر نسائي، أنا لازم أبدأ أن أنشر هذه الوعي والثقافة في هذا المجال، في هذا التخصص. وطبعا هذا هو تخصص يعني أكبر من ما هو فقط علاج وتأهيل الناس اللي هي تعرفه. صحيح. ولكن هو يدرس، يمكن بعد شوي نتكلم في تخصص أكثر كتوعية من جانب آخر. أكيد. يعني أنت فكرتي أن بدخل طب طبيعي علاج طبيعي، وبعدين قررتي انه يكون اصابه ملاعب وهالامور؟ لا، يعني شلون جت الفكره ببالك؟ شلون هو الطب الرياضي يختلف عن الطب الطبيعي؟ يعني احنا تخصصنا اكاديميك، ندرس اول شيء كل ما يختص بالاصابات الرياضيه، وشلون احنا هذا اللاعب نوصله. بدايه البكالوريوس؟ لا، من بدايه الماجستير والدكتوره. البكالوريوس خلصتي شنو كان؟ تربية بدنية، ولكن من خلال أنا بعد يعني درست تقريبا كمعلمة فترة زمنية، بعدين ابتعثت لأن كنت الحمد لله متفوقة، فشفت فعلا إحنا هذا الجانب يعني من خلال ممارسة في مشاكل في الإصابات والإسعافات الأولية، سواء في المدارس تصير عندنا مشاكل كحوادث، ممكن غصة أو اختناق أو غيره أو ربو، وفي حالات ثانية بما أن مادة التربية بدنية ممكن تصير إصابة رياضية، شلون نتعامل معها، طرق الأمن والسلامة، طرق الوقاية. فلازم معلم التربية البدنية يكون عنده فكرة بهذا المجال عشان نقدر نتعامل مع الموضوع بشكل يعني بروفيشنال أكثر. هذا أكيد في سياق الحديث، أكيد نظمتي ورش دورات حق مختصين حق معنيين، وليش لا بعض اللاعبات أو بعض المهتمين في هذا الجانب. لكن من العلاجات الإصابات إلى الطب الرياضي إلى الفن، أنت ليش خذيتي خط الفن؟ وش اللي وداك للرسم مريم؟ شو اللي وداك هناك؟ معلمة تربية فنية؟ إيه؟ تبارك الرحمن. أول شيء حابة أشكركم على الاستضافة الجميلة، وأمسي عليكم وعلى الشعب الكويتي بالخير والسلامة يا رب. آمين. ليش دخلت تربية فنية؟ ليه؟ لأن أنا أحب الرسم من أنا وصغيرة، فنميت هذه الموهبة، والوالد دائما شجعني، حتى الوالدة الله يرحمها كذلك. فدخلت لأن لقيت نفسي فيه، لقيت يعني نفسي بالرسم. يعني أنت فنانة أصلاً، هوايتك الرسم، وحبيت إنك تسقلينها بالدراسة. بالضبط، لقيت نفسي إني يعني أكثر بالرسم. أي. والوالد شجعني وقال لي روحي مكان أنت تحبينه وتبدعين فيه، فسبحان الله. يعني أبلة مريم، تدرين مادتكم قبل بالنسبة لنا كانت ونيسة، وما بيضايق خلقك رسم رسم. إذا صار عندنا رسم رسم يعني راحة راحة. يعني راحة راحة. اللي طلعنا منه
ترسم شمس سيارة شيرة شيرة طير هذا حتى رقم 4 منكوس للأسف. ليه الحين كذي ولا تطور الموضوع؟ لا لا الحمد لله صار في منهج في منهج. ولازم يدرس يعني يحاسب عليه إذا ما درسناه في المدرسة. يحاسب إذا ما رسم. إيه يحاسب يعني لا إحنا كمعلمات نحاسب إن ليش ما عطيتيهم الدرس وهالمنهج ومتى يخلص ومتى يبلس كذي. يعني في الحين منهج يعني مو قصة قبل يلا طلع كراستك وارسم أي لوحة أو أي رسمة معينة في بالك. لا 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 رسمات معينة ومنهج معين وخطة. إنزين شو اللي تدرسونه يعني مثلا الألوان العادية ولا مثلا أنواع معينة من الألوان ما أدري قولي لنا مثلا أنت أي مرحلة متوسطة ولا ثانوية؟ لا أنا أدرس تربية خاصة خاصة داون سندروم في مدرسة الوفاء. عندهم مبدعين بسم الله عليهم. بسم الله عليهم بس هم يعني سبيشال نيدز عرفت يعني رسمهم شوية يكاد معدوم فبس هو كتحفيز لهم وإنه يطلعون طاقتهم عرفتي؟ فنوع التعليم لهم نعلمهم الألوان الحارة الألوان الباردة الأشياء البسيطة هذه عرفتي؟ أي. لقيتي صعوبات دكتورة فاطمة في هذا مو في التخصص أنت حابة هذا التخصص لقيتي صعوبات في تطبيق هذه الأفكار هذا الشغف هذا الحلم اللي أنت ماخذه على عاتقك إنك تحققينه على أرض الواقع ولما أقولك على أرض الواقع إحنا بيئتنا الرياضية ككل ما هي جاذبة لا بنتائجها ولا بإصاباتها ولا حد يسمعني حتى لا بمنشآتها فالبيئة الرياضية هي أساساً ما هي جاذبة ما صدمت بالواقع دكتورة فاطمة؟ أنا دائماً لي نظرة تفاؤل يعني برافو عليك ومثل ما يقولون أعطينا جرعة بالجانب الرياضي أعطينا جرعة الله يقول في محكمة الله لا يغير بقوم حتى يغير ما بأنفسهم فإحنا نحاول قدر الإمكان إحنا من خلال العملية التعليمية من خلال تدريس مادة الإصابات والإسعافات الأولية ننشر هذا الوعي للمعلمات وأنا عندي حملة أيضا أني أحاول أشتغل فيها حملة إنقاذ حياة إنسان وأحاول أيضا أني أنشر مادة الإصابات والإسعافات الأولية سواء في الكليات والجامعات كمادة اختيارية وإذا نقدر يعني أساسية وأيضا حتى على جميع المراحل الدراسية إذا من ناحية التوعوية هذا جانب أما الجانب الثاني بالنسبة للرياضي أنا أحاول قدر الإمكان يعني يكون عندي ارتباط بيننا وبين المؤسسات هذه يعني صحيح. مثل اتحاد ألعاب القوى وأنا الحمد لله عندي رخصة صحيح. وحصلت عليها كمدربة من اتحاد ألعاب القوى وأيضا اتحاد كرة القدم كانوا جدا يعني متعاونين معي إنزين في كثير من الدورات كنت أحضر لها وآخر كانت دورة كانت للنساء كرة القدم أساس أن أنا يكون في تواصل على أرض الواقع طبعا في صعوبات ما زالت لأن ما زال هناك كوادر قليلة في هذا التخصص وأيضا اللاعبات ما زالوا يحتاجون دعم ويحتاجون بيئة يعني مثل ما يقولون بيئة حاضنة لهم حسب قيمنا وعاداتنا وتقاليد يعني أنا ما زلت مع العادات والتقاليد أكيد. إن نوفرها لممارسة المرأة لهذه الأنشطة الرياضية لأن المرأة إذا حافظت على صحتها بالتالي هي أساس المجتمع هي الأم هي المدرسة هي المعلمة هي كل شيء بالمجتمع صحيح. فإذا إحنا خليناها أو شجعناها على ممارسة هذا النوع الرياضات إحنا بالعكس قاعد نخلق أجيال أصحاء فإذا كانت الأم صحيحة راح تجيب أجيال أصحاء وبالتالي حتى على إنتاجية مستوى الدولة يعني حتى مستوى يمكن يزعلون مني التقاعد يصير يتأخر لأن المرأة تكون بصحتها وبقوتها البدنية فعطائها الساعة والساعتين في العمل أو مع أسرتنا أو في أي عمل تجاري راح يكون بيرفكت أو يكون ممتاز إنتاجها غير المرأة اللي تكون مريضة أو عندها مشاكل صحية وأيضا مو بس جانب النساء أيضا على الجانب الرجالي فأنا هذا الجانبين مهمين يعني حتى نفسيا تغير النفسية نعم. يعني هي والرسم نفس الشيء يعني أنتوا يمكن تلتقون بهالشيء هذا أن كل واحدة هوايتها حولتها لمهنة لكن هذه المهنة فيها متنفس كبير للإنسان يعني اللي يلعب رياضة أكيد نفسيته راح تكون أفضل أو صحته النفسية راح تكون أفضل بالنهاية أيضا إذا قدر أو كان عنده القدرة على إخراج ما يجول بخاطره عن طريق الرسم فهذا معناته أنه أيضا أطلق عنان نفسه
هالشيء هذا المشترك اللي بينكم ايش كثر يولف يعني بينكم في نقاشاتكم العائلية او على طاولة الطعام مثلا؟ والوالد ايضا ناظر مدرسة فهو ايضا من المعلمين الافاضل. صح، اختي فاطمة دائما تشجعنا على الرياضة، فهي كانت سبب اني انا ادخل بالماراثونات وتشاركني وتدعمني. حتى اخوي، عندي اخوي بعد دكتور سلمان الله يحفظه، دائما يشاركنا بالماراثونات، ماراثون الخليج، ماراثون الوطني، بس للاسف هالسنه اجلوه ماراثون الخليج. ما شفنا شيء، رسمات ما جبتنا، لوحات اي نسيتها والله للاسف، بنعرضه بنحكي عن اللوحات للاسف. اللوحات اللي عندك يعني ممكن يوم من الايام اشوف الأستاذة مريم خريبط شاركت في معرض، ولا شاركت بالفعل في معارض السابقة؟ شاركت الحمد لله. شنو المعرض اللي شاركت فيه؟ شاركت بمعرض كلية التربية الأساسية طبعا أيام الكلية. حلو. شاركت بمعرض هل قاعد نشوفه الحين وياك؟ لا، هذا معرض مواهب. حلو. 2014 ما أعتقد. هذه رسوماتك؟ إي رسوماتي. تحرصين مريم على أن أنا رسوماتي، في ناس تقول انا رسوماتي ما ابي يعني اعرضها لاحد، رسوماتي تكون خاصه تمثلني يعني، حتى مثلا على محيط الاسره ما يشوفون. انت لا، مع هذا الجانب انا يعني اشترك في معارض، اعرض رسوماتي، حريصه على هذا الجانب انت؟ اكيد، وكل حواليني تقريبا من اهلي تشجعوا وقاموا يرسمون، قاموا يعطون ارت ورك شوب، يعني صرت انا مثل اعطيتهم حافز فاستانست يعني الحمد لله. رسمت شيء حق كتاب دكتوره فاطمه ولا ما رسمت شيء؟ للاسف الاكاد كلها تقول لي حرام. الغلاف على الاقل، الغلاف على الاقل. ان شاء الله ان شاء الله الكتاب القادم. الكتاب ان شاء الله. هي ودينا حق الكتاب عاد. الكتاب اللي اصدرتيه دكتوره فاطمه يتكلم عن شنو بالضبط؟ اللي ما اقتناه، اللي ما شافه، عن اصابات الملعب، هل قاعد نتكلم عن اصابات صارت وقاعد نقارن فيها او سبل الوقايه والعلاج وال ما بعد الاصابه شلون يعود للرياضي؟ ايش كان يتكلم عنه بالضبط الكتاب؟ طبعا الكتاب هو من تاليف شخصين، اول شيء يعني الدكتوره فاطمه خريبط وايضا الاستاذ الدكتور عبد المجيد الموسوي، احنا اثنيناتنا اشتركنا بنفس التخصص بتاليف هذا الكتاب، فجهده وجهدي هو جهد يعني مثل ما يقولون 50-50 بالمنتصف، فهو له دور كبير وانا لي دور كبير في تاليف هذا الكتاب، وطبعا صار له ما شاء الله سنوات الدكتور يعني كان يبي يالف هذا الكتاب انزين معاي، وبعدين جمعنا المعلومات والخبرات من عنده ومن عندي، وبالتالي خلال تقريبا خذينا سنة ونص، ولكن من قبل كان عندنا تجميع في المعلومات في هذا الكتاب فاشتغلنا فيه. طبعا الكتاب هذا تونا أصدرناه يمكن 2023 هذه السنة عن الإصابات الرياضية والإسعافات الأولية، يدرس عدة جوانب، الإسعافات والعلاج والتأهيل والوقاية. الوقاية هو الجانب الحديث اللي يمكن يغفل عنه الكثير، وهذا اللي أنا يعني درست فيه في أطروحتي الدكتوراه، كانت على الأولى على مستوى الوطن العربي، أن عملت برنامج وقائي قبل ما تصير الإصابة للاعبين ولاعبات ألعاب القوى، وفعلا أثناء الموسم التدريبي ما صارتهم إصابة وزاد إنجازهم. نعم، وهذا الإنجاز حتى حاولت أني أنشره على الاتحادات وألعاب القوى، ولكن إن شاء الله إحنا نتفائل يوم الأيام يكون لي مركز خاص مع وجود ناس مختصة، إحنا بعد الإصابة أنا ممكن أشتغل بالجانب التأهيلي للتدريبات بعد ما الإصابة يتم الشفاء بشكل يعني كامل، لأن أنا شغلي بعد الإصابة. بعد الإصابة بقاطعك، إيه؟ اغلب الرياضيين ام احمد يقول لك الحين اتم العمليه والعمليه ناجحه على مستوى كره القدم وباقي الالعاب، يلعب له مباراه او يدش له بطوله او شيء من هذا القبيل ايا كان تصير انتكاسه، يقول لك هذا لانه التاهيل ماله ما بعد العمليه ما كان سليم، ضروره تاهيل اللاعب او اللاعبه ما بعد العمليه الجراحيه اللي اجرتها، هل هو لا يقل اهميه من العمليه ذاتها التاهيل؟ طبعا موضوع التأهيل والعلاج والإسعاف كلها حلقة كاملة متكاملة، تعتمد على نوعية الإصابة والشخص، وإذا كان رياضي غير رياضي، كان امرأة أو رجل، نوع الغذاء، كل هذه عوامل اللي تأثر في الشفاء السريع. إذا كنا احنا الإسعاف صح هذا يأثر، يعني مثلا إذا إصابات مثلا بالعمود الفقري
إذا إحنا ما أسعفناه بالطريقة الصحيحة وما أدينا الخطوات الصح ممكن تتضاعف، ممكن يصير عنده شلل لا سمح الله. بعد الإصابة التأهيل مهم، يأخذ يعني فترات أحيانا طويلة. إذا مثلا إصابات الـ ACL injury اللي هو الرباط الصليبي الأمامي، فتحتاج شوية يعني صبر. الناحية السايكولوجيكال اللي هي الناحية النفسية مهمة جدا، شلون احنا ندعم الرياضي عشان يتحمل الفترة الزمنية أثناء العلاج والتأهيل، وبعدين شلون احنا نرجع للملاعب وما ترجع للإصابة اللي هو جزء الوقاية، ان انا قبل ما تصير للإصابة وبعد ما تصير للإصابة اني انا احافظ على لياقته وقوته العضلية مكان اللي صارت للإصابة، ان ما ترجع مرة ثانية، لان وايد ناس عندهم إصابة بس دكتورة وترجع. ان بعض اللاعبين يقول لك خلاص مستقبله الرياضي انتهى، هذا يكون وين الخلل بالضبط؟ صحيح. أحيانا فعلا تكون الإصابة خطيرة جدا وتنهي مستوى اللاعب، إذا كانت يعني إصابات عميقة جدا، يعني مثل قطع كامل في العضلة. يعني في أحد اللاعبين إصابته صارت له إصابة قطع في العضلات، من كان لاعب صار مدرب فانتهى مستقبله، فهني تكون الإصابات صعب. هل هذا ما زال ولا مع الطب الحديث خلاص نقدر نقول ان انتهينا من هالفكرة او هالرعب، هذا الكابوس اللي يرافق كل لاعب؟ تعتمد على خطورة الإصابة. يعني مثلا إصابات على سبيل المثال اللي فيها العصب، يعني مثلا الملاكمة أو إصابات الخطيرة، الحوادث اللي هي مثلا ركوب الدراجات الهوائية النارية عفوا، اللي هو السيكل، السباقات هذه أو سباقات السيارات، فممكن تصير حوادث، يصير لهم ارتجاج ونزيف ومشاكل بالأعصاب. ف للأسف لحد الآن يعني العلم مو قادر أنه يوصل أنه يرجع إلى طبيعته السابقة. ما في شيء جارنتي، ما في. أنت دكتورة من خلال الورش العمل اللي قاعد تسوينها والندوات والمحاضرات، إيش كثر قاعد تلتمسين صار عندنا هذا الوعي في هذا الجانب؟ أنا قاعد أحاول قدر الإمكان بالورش أتكلم عن الجانب اللي هو الهدف الأساسي من الإسعافات الأولية، اللي هو اللي أنا يمكن تكلمت فيه بالكتاب، هو جانب الإصابات للرياضية، إصابات الرياضية، وجانب الإسعافات الأولية هي الحوادث التي تحدث بشكل يومي سواء بالبيت بالسيارة وغيرها أو بالشارع بالمنزل بكل مكان. فأتكلم عن أهم هدف من أهداف الإسعافات الأولية اللي هو إنقاذ حياة إنسان. احنا يمكن اللي ما عنده فكرة ان جسم الانسان اذا فقد الاكسجين من 4 إلى 6 دقائق يبدأ يموت. لو في اسرع اسعاف او حتى هليكوبتر لا يمكن حتى في الدول المتطورة ان تنقذ هذا الانسان. فانا من خلال هذه حملة انقاذ حياة انسان من خلال هذه الورشات انشر هذا الوعي، اعطيهم معلومات او اعطيهم تطبيقات في الورشة خلال 30 ثانية يعرفون مثلا شلون انا انعش هذا الانسان، سواء توقف قلبه او تنفسه لاي سبب من الاسباب، مثل حاله القصه من 4 إلى 6 دقائق، يمكن اقل من دقائق يمكن انسان يتوفى. شلون اي قصه؟ القصه لو لا سمح الله الواحد إيه؟ لا الشرقه تختلف عن طريق الماء، ان واحد يشرق، لكن القصه يكون اي شيء صلب يسكر إيه؟ مجرى الهواء. نعم، ممكن أكل، ممكن أي نوع من شيء صلب يدخل مجرى الهواء فيسكر. ففي خطوات معينة احنا نعطيها للمسعف المصاب وبالتالي ممكن ننقذه 30 ثانية. إذا تأخر أكثر من 30 ثانية يمكن الإنسان يتوفى. فتخيل احنا لما ننشر هذه بالورش وبالمدارس أيضا، وتخيل على مستوى المدارس والجامعات والمؤسسات تكون مادة أساسية أو اختيارية، فإحنا راح ننقذ إنسان أكثر. مريم خلا أخذك عشان لا يأخذنا الوقت، يعني حلو الرسم، حلو يعبر عن النفس عن الذات عن المشاعر الحاسيس، لكن تشوفين فن الرسم عندنا بالكويت، أنا بين وقت وقت أشوف تبارك الرحمن شبابنا مبدع ما بين رسوماتهم ولوحاتهم، لكن هل في جهة تحتويكم؟ هل في جهة تدعمكم تسهل لكم إنشاء معارضكم نشر لوحاتكم؟ الأمانة في وايد، يعني الحين الحمد لله في تطور، في معارض يعني وفي مراكز، اللي يبي يروح يشارك يقدر يشارك بالمعارض، في معرض أو
اسمه دن على ما أظن، يعني اللي عنده مثلا موهبة أو لوحة يبي يقدمها يقدر يشارك فيها. في وايد أماكن للأمانة، مركز سامي محمد، فنون تشكيلية، يعني لا الحمد لله في تطور. تتابعين تتابعين فنانين تشوفين الحين خليك المعارض تتابعين فنانين يعجبونك ناس معينة في رسوماتهم؟ للأمانة القدم يعني لينارد دافنشي فرانك روخ يعني أحبهم، هذول يستهون يعني استمتع طالعة لوحات. أنا بس خاطري أعرف شلون تكون نقاشاتكم، يعني تشون بهالمسائل هذه تقريبا بيكم تعجبش لوحاتها؟ أنا بالعكس أحب لوحاتها وأشجعها ودائما أي حد لا شوف ابتسامتك قاعد تجاملينها، ابتسامتك هذه قاعد تجاملينها كلها تشجعني كلها تشجعك إي بالعكس أنا أحب ترى الرسم، كنت أرسم بس بعدين وقفت ويا أيام الكلية. الحين لا ما شاء الله هي ترسم وخلت البيت كله يرسم، يعني صاروا رسامين وأنا يعني أغبطها على هذا الشيء وتدخل تدخل فرحة للأطفال والآخرين. بالعكس يعني استانس وهي تعتبر رسامة بما أنها تبدع وعندها القدرة على الصبر في رسم الرسمة، لأنها هي تحتاج صبر فعلا وحس فني، يعني مو أي شخص ممكن يرسم ويطلع كل مشاعره في هذه الرسمه. بالعكس يعني اشوف حتى في عندها رسمات يعني تبين مشاعرها وتبين اشياء ايجابيه، فبالعكس اشوف انها مبدعه القفال. لكن بشكل سريع طبعا. انت شنو طموحك في الرسم ودكتوره انت وين طموحك في شغفك؟ طموحك في الرسم وين بيروح؟ اتمنى اني ابطل لي مركز ان شاء الله حق الدورات رسم يا رب إن شاء الله. والدكتورة على الجوائز اللي حصلتيها أكيد ما زال الطموح أكثر، يعني جوائز حصلتيها كثيرة لكن في طموح بيوصلك لوين؟ إن شاء الله يكون لي مكان مختص بوجود ناس بعد يدعموني في الناحية التطبيقية لمركز كإصابات الملاعب والتأهيل، وإن شاء الله يكون لي يعني مكتب استشاري فيه، وأيضا حملة إنقاذ حياة إنسان ومن أحياها فقد أحيا الناس جميعا. إذا قدرت أنقذ إنسان وإن شاء الله الناس يعني ما توضع بهذا الموقف، كان إنسان قريب لك تتمنى يكون عندك معلومات بسيطة فتنقذه، أو إنسان غريب وبالتالي أنت تأخذ ثواب، وهذا اللي أنا أعطيه حق طالباتي بمادة الإصابات والإسعافات الأولية، أحرك ضمائرهم، لأن إذا أنت عندك ضمير وبالتالي أنت ما يهمك تأدي عملك على أكمل وجه، زائد أن أنشر الرياضة لأنها وقاية من كل الإصابات. يا رب العالمين يوفقكم يا رب. شكرا جزيلا لكم، نورتونا واستمتعنا وايد بهالحوار، حياكم الله. الله يحييك. شكرا لكم، تحياتنا ايضا للوالد اللي كان يتابعنا الحين، تحياتنا له، شكرا لكم، واحنا كذي نكون وصلنا ام احمد الى نهايه حلقتنا. فعلا. اذا طلعنا عمر وياكم اللقاء باكر باذن الله. مع السلامه.